أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف وقضية. هذه الحلقة التي أسعد فيها باستضافة الفنانة والشيخة المعلومة مثل ميداح لأناقشها في قضايا الالتزام السياسي والفني. أهلا بكم جميعا، أهلا بكم المعلومة. بداية وفي سؤال افتتاحي، من هي المعلومة مثل ميداح للرأي العام في مفردات قليلة؟ شكرا، مرحبا بك سهلة. أول شيء سابقا نقدم نفسي وهني موريتانيا حكومة وشعبا بمناسبة عيد الاستقلال الوطني اللي نحن على أبوابه حالة، وبالمناسبة أيضا وهني القوات المسلحة بالعيد القوات المسلحة اللي حالا نحن أيضا على مشارفه. وأنا اسمي المعلومة مثل المختار والميداح. كبرت في أسرة فنية، تربيت مع المختار، علمني الموسيقى التقليدية بوصولها بطرقها جوانبها، وعلمها لي بإيقاعاتها وبأساطيرها رواياتها اللي معاها وبطقوسها كاملين اللي متابعينها. تربيت في ذاك البيت اللي عندي عنه شم الموريتانيين يعرفوا. على كل حال ورداك ما زلت مبكر بسن مبكرة بدأت أشعر عني مبين الناس وفي شعب وفي قضايا الرعي بالناس اللي عندهم مشاكل والرعي بالناس اللي عندهم أشياء وقضايا. وكبرت يعني عامة الشعب ترعرعت فيه، حسيت بمشاكل ما زلت صغيرة، مشاكل لدمية، بدأت نشاطر الناس بمشاكله، وهذا ربما يعود قادني لطموح أخر قد يعود يتعدى مثلا أني أنا أبقى فنانة فقط. وكنت انتطيت فعلا، انتهست فرصت كأني فنانة وباستطاعتي أن أمرر من خلال خطابي الموسيقي قضايا الناس ومشاكلهم، وأكون يعني على الأقل يعني أحمل بعض من أعباء الأمة وهكذا. جيد، إذن المعلومة تربت في بيت يوصف بأنه بيت ثوري وهو بيت المختار والميداح. هل من هذا البيت جاءت هذه الثورية التي بدأت بها ورافقتك في مسيرتك الحياتية؟ شكرا. وعلى كل حال التربية والمحيط دائما يأثر على الإنسان. وعند منين تعود التربية؟ كانت التربية يعني صارمة ومليئة يعني بالنوع من القيم والمثل يعني اللي كان مجتمعنا يتحلى بها. فهذا مثلا عند منين يعود الفنان؟ والله الإنسان، والله أي شخص تربى في محيط دائما يتأثر. وفعلا تأثرت بهذا الوسط اللي تربيت فيه، وولد عندي مثلا قدر من الطموح ربما. ثارت المعلومة فيما يقال على إنشاد بيت الحرب في وجه من تربطها به علاقة اجتماعية معينة، هل ترى في هذا نوعا من الاسترقاق ربما لفئة إيجاون كما هو الحال بالنسبة للفئات الأخرى أو لبعض الفئات؟ بصراحة هذا 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 السؤال مثلا بيت الحرب ما هو كل حد من الفنانين يشتو، وكانوا خالدين جهات هم اللي عندهم ينشدوا، كانوا بيت الحرب من ينشدوا رجاج من قبيلة والله من شخص بأخلاقه عليهم والله شخص كيفته، كانوا نوع من الفرح به والله نوع من التعبير عنه متميز عن الآخرين وذا النوع لهم. أنا فعلا بدأت قاع حياتي كاملة على قدها بنوع من الثورة، على ياسر من العلاقات فيما بين والله مفهوم يقاوم بصفة عامة عند المجتمع، غير ما نبقي نتوقف حتى في موضوع هذا بيلي عندي ما زلت فيه أشياء أخرى ربما تكون أمتن إثارة من هذا اللي نحن واحلين به واركي قد يعود في هذه اللحظة. ولكن بالحقيقة أنا من أنا صغيرة وأنا أرفض كل شيء لا أرى أنه يناسبني كإنسانة، عندي قيم وعندي أخلاق وعندي نبل قد نعود، وعندي مثلا ملي مثلا تربية جعلتني نعود مثلا نرفض كثير من الممارسات اللي كان يمارسها المجتمع والله فارضها على 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 شرائح معينة.
في تسعينيات القرن الماضي اتجهت بقوة إلى القضايا الوطنية، حملت لواء التحرر الاجتماعي في بداية حياتك، كيف تنظرين إلى واقع الوحدة الوطنية اليوم في ضوء الحراك الشعبي أو الاجتماعي المتصاعد، حراك المعلمين، حراك الأرقاء السابقين، ربما الآن تأسيس حزب للبيضان وداود الأحمد عيشة يؤسس حزب يتبنى قضايا البيضان، وربما من الغد تؤسس المعلومة حزبا لإيقاون أو تحمل شعار. هذه الحراكات الشعبية هل ترينها ظاهرة صحية؟ أنا شخصيا نختار موريتانيا عن كامل، أرى أنه من ضروري أن ننظر إلى الوطن أولا ونعرف عنا نحن كاملين على قدنا وجودنا وقوتنا قدي تم خالق الله منين سعود الدولة قوية وخالقة وموجودة، ومنين تعود الدولة متاث خالقه كل رجال جيد بعض الرواية وأسسها الراسه ويعدلها ويقوم خاصم عنه مظلومة عنه متواسيله متواسيله حقيقة عنه قد يعود في قدر منه يفتح الباب قدر من الفوضى. لا أنا اسمح لي نقول لك عن في قضايا كانت أساسية وجوهرية وهي مثلا كان احنا كاملين ناضلنا من أجلها وهي استعلاء على شرائح معينة، تعود تقالي شرائح عندهم استعلاء طبيعي كان وممارسات على شرائح معينين، هذا كل حد يرفضه، وأنا شخصيا من أول الناس اللي رفضه ورفضته بطريقتي الخاصة بي، ولكن رفضي له كان رفض يعني خرست فيه مثلا الحالة باش يترقى الشريحة اللي أنا منها والله بعد باش أنا من نفسي نخطي منعتنا ماذي ان الفنان يقد يعود هو من نفسه يساهم في التنميه الثقافيه التنميه حتى بجميع المجالات بخطابه وبمثلا المضامين اللي يتضمن هذا اللي قدم وبالايقاعات الراقيه والموسيقى الراقيه اللي ممكن تتحدث وتعبر الحدود وتصل الاذان الاخرى، يعطي صوره جميله عن وطنه ويكون مع يعني يبدأ يقدم قضية ذات أهمية وذات منبوع للوطن وذات مثلا تعطي صورة جميلة عن الوطن، هذا هو اللي أنا ركزت عني تعود الثورة اللي عدل بعد قاع تحقيق هذا الهدف اللي من أنا حتى إذا لم يكن لي إفادة من نعود ماني مفيدة والله ما نقدر نساهم بشي والله شنو ما مثلا لا نعود ماني خالقة والله ماني مهمة والله دوري مهمة شو المجتمع حقيقة أن هناك هاي الشرائح اللي كانت ظهرت في بداية الأمر الرق كل حد يرفضه به اللي مثلا الناس كانت على مدة تعرف عن خلق كان خالق الرق، ولكن من المسؤول عن هذا الرق؟ هذا هو سؤال مطروح. ندري كان احنا هذا اللي ما قط استرققنا حد ولا أنا بعد شخصيا ما نعرف عنه قط وعيت على الناس مسترق الناس، ولكن بفضل ثورة ورفض مجموعات من هذه الفئات الرقاء في الأصل خلق تقدم وخلق رفض وخلق نوع من ولو يعود مثلا شيء متزوزي البعض. أنا أرى أن التجريم العبودية وممارستها في حد ذاته أنه يدل على أن هذا الأمر مرفوض. قبل أن أذهب بعيدا عن العبودية أنا لهنا استشهد قليلا بأنت قلتي أنك لم أو أن هذا الجيل لم يستعبد أحدا، استشهد بمقولة قلتها في مقابلة لك مع الجزيرة، قلت أنه دفع عن انفتاحي على الكادحين هذا لما كبرت على أنه كان في أسرتنا كانت عندهم بقايا العبيد يعني، فدفعني أنني قلت لوالدي والدتي أو أقنعتها أنها تحرر هؤلاء. صحيح. لا يعني هذا أنكم صحيح. أنا قلت لك إني كنت في بداية الأمر من الناس اللي كانوا هذه القضية كانت قضية عندي كبيرة وخاشة فيهم ومدمجة فيهم، مازلت حتى الآن أرفضها وحيي كل من يرفضها، ولكنني أقول لكل من يرفض هذا الشعار عنه بعد كاع موريتانيا نحن الآن بمرحلة صعبة شوي، العالم يغلي من حولنا ونحن قليلين وعندنا مثلا عندنا قضايا مهمة، الأمن أولا أمننا يلا يعود مهم عندنا،
وحدتنا الوطنيه مساسها ما نقدروا نسمحوا به، ويلا اللي نعودوا طارحين بما اني قلت لك بين من المسؤول، يلا اللي نعودوا طارحين الحل. ما هو الحل؟ الحل لهذه القضيه. هاي القضيه انا راه عنها مشكلتها الاساسيه، تقدر تقول ما هي ذولا هذاك مشكلتها الاساسيه بعد كاع العقليه. هناك عقليه راسخه، وهذه العقليه ما دمنا فينا هذا اللي قالوا النظام القبلي، وهي ستظل دائما موجوده. لان النظام القبلي هي مجموعه من النظم اللي دارتها المجتمعات التقليديه باش تنظم حياتها، كلفت واحدين برعايه الحيوان، وكلفت واحدين بالزوان، وكلفت واحدين بالصناعه التقليديه، وكلفت واحدين بكذا وكذا، وعادوا هما قبائل، كل قبيله حاضنه راسها ولا بد لها هي اللي مسؤوله عن الناس كامله. مثلا اثر هذا حتى على مسيرتنا الديمقراطيه. بدل ما تعود مؤسسات الدوله هي اللي مقيوسه وهي النجده وهي اللي تعود مثلا الناس تلجا لها، تلجا للقضاء، تلجا للروايات، لانه عاد تلجا للقبيله. فهذا يعني شيء عند منين ما دامت موجوده هذا النظام القبلي وهذا المعاملات القبليه، فستظل هناك تصور عن المعلم وعن يجي وعن الفئات كامله على قد اللي كانت عندها هذه اللي كانت مسحوقه، والله زاد الفئات اللي تضررت من 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 المعامله التقليديه اللي كانت موجوده، والله التقسيم الاجتماعي اللي كان موجود. فنحن مشكلتنا هذا التقسيم لا ترينه جزء من التاريخ لا يمكن ان نتجاوزه؟ لا، نحن كنا وعدنا، نحن اليوم دوله، والدوله هي والقبيله مثلا ما يقدروا يخلطوا. بعد التصور الحقيقي لوضع دوله حقيقيه عصريه بمعاييرها الحقيقيه، به اللي هناك سلطة، عندك سلطه تنفيذيه، عندك سلطه قضائيه، عندك سلطه تشريعيه، حتى كاع نقدروا نضيفوا السلطه الرابعه اللي هو الاعلام وذا النوع اللي هو، ولكن هاي السلطات كامله على قدها لابد لهم تقوم بدوارها. اسمع، عند ما تعود هذه السلطات منفصله عن بعضها وكلها لا تؤثر عليها، احنا مشكلتنا ان نحن يلا نبحثوا عن القضيه باش يعود القضاء حتى منفصل عن تاثير القبيله. نفصلوا نعودوا نحاولوا يكان تاثير القبيله ما يعود ياثر في السلطه التنفيذيه، يكان ما يعود ياثر في السلطه التشريعيه. نحن منين يخلق نوع من عن القبيله، عنها مثلا تعود متى هي اللي عامله. فهنا انا متاكده عن كل شيء له الحل، به اللي منين يقوى القانون، ومنين تعود مثلا القضاء هو نافذ، ويعود العدل هو اللي خالق، وتعود مثلا الدوله خليها فصل حقيقي للسلطات ما تاثر فيه القبيله. هناك متى المشكله مطروحه، لانك انت مالك لا ينظلم ولا ينظلم ذاك ولا لا ينظلم ذاك. هناك مؤسسات الدوله مفتحه امام الجميع، ولا خالك حد محروم بانه يقيس ما يقيس المدرسه، ولا خالك حد انه محروم انه ما يقري اولاده، ولا خالك حد محروم عنه ما خالقه ماده مديوله عليه تيكت اليوم. انا الرعن بكل صراحه، انا الان في وضعيه يعني محايده من الجميع، ولكنني أضع نفسي في مكان مثلا المراقب المحب. أنا مراقبة محبة للجميع، وأريد من الجميع أن يكون مثلا يهتم بموريتانيا ويفهم عنا وحدتنا الوطنية، ويفهم عنا أمننا، وعنا احنا من أنفسنا عنا نحتاجه بعد كاع بنا ننظروا إلى هذه الدولة الوطنية ونقووها، نواسم الحالة باش تقوى الدولة. قوة الدولة هي قوتنا كاملة. كيف يكون ذلك؟ قوة الدولة عند منين نتناسى، عند منين نتقلب على هذه القبلية الموجودة ونحكم القانون والعدل. لا تعود. هل ترين أن الدولة الموريتانية الحالية كفيلة بأن تعوضنا ما كانت تقوم به القبيلة؟ نعم، أنا أرى أن الدولة الحالية الموجودة أنها تستطيع وباستطاعتها جدا أن تعوضنا هذا. فقط نحن مولي يلا نفهم معنا علينا مسؤولية، فقط يخصنا احنا كناس مسؤولين وذا النوع اللي هو نقوموا بدوارنا، وبدوارنا أن نقيروا اللي في نفوسنا، نقيروا أفكارنا احنا من نفوسنا. جيد. المعلومة الثائرة والمتحررة كيف تنظر إلى الربيع العربي وما تمخض عنه من نتائج؟ بصراحة أنا الربيع العربي في البداية كيف كل الناس قلت هذو دكتاتوريين حكموا ياسر من الزمن، ويجب أن يتغيروا، وهذو الناس ملوا يتحبسوا، وخلق لهم وخلق لهم وخلق لهم،
وقطعا عن البيقير منين تقدم الحال وشفت عن الربيع العربي ما هو الربيع اللي كنتانا نتصور عنه بدا يخشوه ياسر من الاشياء الاخرين وصبح مثلا بالنسبه لي كاع ما نعرف ايش كانوا المأساة العربيه والله شو يسموه هو يعني تحول الى نار والى حرب والى ضياع والى اكثر حتى ضروا عندي عاد من نفعه. فلهذا السبب فانا لم اكن يعني ماني مع هذا النوع من الربيع العربي. هذا الربيع العربي بحالته ماني معه، ولكنني مثلا كنت دائما اتصور عن ذاك المآسي وجميع الروايات عنهم كانوا جايين من عند الدكتاتوريين. ولكن يبدو ان هناك تقلقل اخر في اذهان وافكار لا من اللي كنا نقوله. الفكر السائد في بعض هذه الدول عنه هو اللي جعل الاوضاع تسوء الى هذا الحد. اول شيء المعلومه التي ناطلت كثيرا ضد المستبدين اليوم تقف لي تقول ان المستبد في الوطن العربي ليس هو اصل المشكله. اين هي المشكله اذا؟ المشكله فكر، مشكله عقليه. المشكله في العقليه. عند منين تتغير العقليه وتتقدم الناس وتقرا حق حق. تقرا تعود قارية بمعنى ما في الكلمة بمعناه وتعود على مستوى عالي من الوعي ومن فهم القضايا ومن التحضر. هذا مثلا كامل على قدو يد يتلاشى. ولكن ما دامت العقليات فيها ياسر من الأشياء اللي مثلا تعود هي السبب كامل على قدو. هناك أشياء مادة مثلا يقولوا لك هذا سنة وهذا شيعة وهذا وكذا، وأشياء أخرى مثلا تعود خلطوا ياسر من المفاهيم اللي حقيقة هي سبب تقدر تعود ربما ياسر من المشاكل. برأيك ما هو دور المثقفين والفنانون بالطبع من بين هؤلاء المثقفون في إخماد ما تسمينه أو ما ترين أنه صيف وليس ربيع عربي أو نار الفتنة كما يسميها البعض؟ طبعا أنا أرى أنه هناك اختلط الحابل بالنابل. مثلا لم يعد هنالك مثلا بريء ولم يعد هنالك ولا نعرف اين المجري. فهمت؟ فالاشياء مثلا تخلطت بشكل اصبح مربك. فنحن هنا امام قضايا لا نعرف منين هو اتجاهها حقيقه. المخطئ والمصيب ما تنقصهم بها. اصبحنا مثلا في دوامه من العنف ومن 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 ثقافه العنف. اللي مثلا صبحت مثلا كارثه في الحقيقه. فانا هون بدات احزن واقلق لعل نصاب ببعض هذه المشاكل. لانه في الحقيقه عندما يلفت كل حد منا عرقه ويقول انا من الفلانيين وانا كذا وكذا فهذا مؤشر سيء جدا. مؤشر شيء سيء جدا للامن. وانا نبقي اخواني كاملين ينتبهوا للقضيه. من 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 الحركات الشرايح اللي مظلومه كانت ومسحوقه في المجتمع. فيلا ينتبهوا ان الوطن والمواطنه وحب الوطن عنه يلا يعود هو الدافع الاول لكل شيء. وعند بل منين نحس عن القضايا عن هي تفلت من ايدينا برفع هذه الشعارات فهذا ليس جيد. فهنا أنا أطالب إخواني نحن أنا زدانة من شريحة اجتماعية كانت عند هذا ونحيى بعد يقاون عنهم على كل حال. ترين أنها كانت شريحة مظلومة أو مغبونة؟ هم كاملين شرائح ينظرهم المجتمع نظرة دونية كان واصلة. يقال بعد يقاون ما كانوا بذيك نفس الدرجة اللي كانت فيها الشرائح. لا زدهم عندهم من لأنهم كانوا مخيوفين كان لا فهذا يعني شيء ربما يعود هذا الخوف كان حد جاء هم اللي كبرهم. هذا هو الخوف هو السبب. المشكله ذاك الخوف اولته واحدين اخرين عنه ربما يعود سلبي اتجاههم هم. به اللي خالقين واحدين خافوا منهم الى درجه انهم عادوا يطرحوا قدامهم خيامهم. خالقين واحدين محلل ينظرك عندهم اقلامهم يقول احد منهم يتري يكتب مقال ويتري يقول عن القاون عنهم اصلا منبوذين وعنهم خالق احدين شفتهم يقولوها. فهنالك يعني اشياء من النظره هناك نظره يعني للشرائح منهم يقام فعلا دونيه ونبقى يجب ان نعترف بهذا. ولكن انا ارى ان القضيه عن يقام من انفسهم عنهم 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 اذا كانوا والله الحمد لله بعد انهم ما رفضوا شعار انا شخصيا فخرني هذا
ولا خوشه من الصبح شعار ولو هما ما منهم تعيينات ولا هم فيهم وزراء ما قطع منهم وزير ولا قطع منهم مدير روايات ما هم بعض كيف خوتنا الاخرين في الشرائح الاخرين انا ماني فاهمه كاع علاش حتى من ناحيه شوف نحن الشريحه خارجه الشريحه هما الشرائح اللي ما هم قاو ما بقات منصب سيادي مع تلاو فهمت نحن راينا منهم من عند رئيس الوزراء الى 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 حتى الوزارات كامله سياديه خاضوا عليه ورايناهم على المجلس الدستوري ورايناهم على مثلا ما بقات منصب حقيقي ما جاوا سفراء وفي كل الاشياء تخلقوا في جميع الادارات حتى فهم هم المعلمين نفس الشيء ولكن ما زالت القضيه تقليد ومطروحه فهنالك من يتخذ هذه الورقه لاشياء اخرى للشهره ربما والله لان لكي يكون مثلا عنده سمعه والله يعرف العالم والله يصبح مثلا وراه مدم شيء من والله يصبح بطل هذا موجود ولكن هناك ملي عقلاء فاهمين عن القضيه عنها قضيه فعلا كانت قضيه انسانيه حقيقيه ويجب ان مد تحلها بطريقه عاقله مد تحلها بطريقه عاقله نحن اليوم ندوروا تخلق طفره اقتصاديه تستفاد من هذه الشرائح اللي كانت مهمشه وندوروا تنخلق لهم مثلا انخلق لهم اشياء تعود يستفادوا منها كيف هذه الارض اللي عندنا الكبيره هاي شمام وذي الارض الاخرى اللي الاراضي في انحاء موريتانيا اللي الكثيره انهم يقاضوا عطاوا لهم الاراضي يزرعوها وتعاونهم الدوله والشركاء والعالم كامل على قدو تصبح الزراعه تستفاد تعود زرق الكاتل الطيران نستغناو بزراعتنا عن العالم الاخر ويستفاد الناس اللي ما قرات ديك الساعه والاشياء اللي قاعد الجايه الاخرى الدور تعود مندمجه بخير مع المجتمع اللي قاعد ترين, ترين, ترين ان الوطن هو الذي ينبغي ان نحتمي به جميعا طبعا ان نحمل لواءه و هذا هو الواحد لهذا الوطن ايضا غنت المعلومه نستمع الى الاغنيه التي تشتهى للوطن مخرج Thank you.
بلغة الفن لما كنت تقولينه قبل الأغنية. إذن هل ترين من خلال هذه الأغنية أن الأغنية الوطنية يمكن أن تساهم في الوحدة الوطنية؟ فيعني هذا دور يلا يعود الفنان الصادق اللي عنده مبادئ واللي عنده مثلا مشاركة حاس عنه مسؤول وعنه بإمكانه أن يساهم في التنمية الوطنية، فهذا هو دوره، يلا يقدم أغاني للوطن ويلا يشيد بوطنه ويلا يعود هو من نفسه يحس بقضايا الأمة ويعبر عنها من خلال الخطاب اللي له يغني ومن خلال اللحن اللي له يقدم. إذن بالعودة إلى الضيفة الشخصية، رغم ثورتك الكبيرة على العادات الاجتماعية وحتى في القالب الفني، بعدما ثرتي على كما قلنا إنشاد بيت الحرب وتهيدين، إذا بك تعودين بقوة إلى المدح لتغنين في إطار السياسة اللي فاهم جمع المصالح اليوم اللي يبحث عنها الشعب، وأنت تاريخك أبيض ناصح مكتوب ومو حصب الذهب، ألا ترين أن هذا نوعا من إنشاد بيت حرب أيضا لرجل معين؟ شكرا. هو الهدف هون قد يعود ما هو الإشادة بالشخص نفسه، ولكن الإشادة بحقبة معينة وبتاريخ وببرنامج سياسي معين، فهذا هو الهدف أصلا. سمعت ولو أنه هذا الهدف تصور مثلا تشخص في شخصية معينة فهذا يعني معقول ومطلوب عنك، لابد لك من شخصية رمزية تعود هي اللي من خلالها تعبر عن 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 الخطاب. إذا كنت في تلك الحقبة اللي أنا فيها الساعة، أنا كنت في ذيك الفترة اللي هي يعني أمارس السياسة الحزبية، كنت في حزب سياسي وهذا الحزب كان يعني كامل اللي قدو يعني رمزه الأساسي هو ذيك الشخصية اللي قدمت في هذا أحمد داداق على من جاهته. قدمت ذيك الساعة قدمنا مثلا عن هذه الشخصية، هي الشخصية اللي نعبروا عن هذه الساعة من أجل هذا. ولكن هذا طبعا عند منين يعود رجاج منحصر في جهة معينة، وهنا عند منين تعود مانك ما تيت مقيد باتجاه معين، فتفتح أمامك الأشياء، فأنت هنا حر يعني ممكن تغني باسم الوطن والشعب فقط. إذن أنت الآن في مرحلة ما بعد المرحلة الحزبية، ترين أنك كنت في سجن؟ لا لا لا. خرجت من؟ لا 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 لا، أنا ما كنت في سجن، أنا كنت في حقبة من التاريخ من تاريخي يعني أعتز بها وقضيت فيها اللي مقضية فيها وخرجت هم اللي بأمان، ما عندي فيها مشكلة. هذه الحقبة فيها كنت غنيت بالطبع تكتل القوى الديمقراطية، حزب العدالة، حزب الحرية، لماذا قررت فراق العدالة والحرية؟ أم أن هذه العدالة والحرية لم تعد موجودة في التكتل؟ مش هذه، اسمح لي، هذه ما هي المشكلة، هذه ما هي المشكلة، التكتل ما زال التكتل يعني، وأحمد داده ما زال هو إن شاء الله ويستقبل إن شاء الله، وقضايا الحرية مازال، وقضايا الحرية ما زالت هي، فلما يتغير مثل القضية ما هي، ولكن الظروف تتغير والأحوال تتغير والمعطيات تتغير وكل شيء يتغير في هذه الدنيا. كيف ما تغير؟ تغيرت يعني الدورة الدموية السياسية والخارطة السياسية في العالم تغيرت، هنالك أشياء تغيرت، ليست لصالح التكتل ولا لأحمد، لا ليست لصالحي أنا، فأنا كنت أرى أني في ذيك الزمن وفي ذيك الحقبة الليكية يجب أن أظل في التكتل، ولكن عند منين تغيرت الأشياء وأخرى رأيت رؤية أخرى أني لم يعد لي مكان في التكتل.
لماذا لم يعد لك مكان؟ لا لم يعد لي مكان بالتبقى. ما هو السبب؟ لا بد أن هناك سبب. لا أنا 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 يعني في الأصل من أهل الثقافة، وكثير من أهل السياسيين يضايقه الفنانين، والله ما يبقي يعود معهم. هناك عقلية كيف قلت لك قبيل، عن خارج عقلية لا بد أن تحارب ولا بد أن تتغير فينا. ما دام تلك العقلية موجودة فرض علي تم الشرايح موجودين، سمعت، وهيك العقلية ما زالت موجودة راسخة في المجتمع، سمعت. وأنا يعني قررت عني نسحب، عني نمشي ونعود عندي الحرية الكاملة، ونعود مواطنة وطنية، ونحب نبقي موريتاني وماشي في مصلحة موريتاني. ومنين نشوف شي حق تحقق نقوله، ومنين نشوف شي مولي ما خلق وجين الموجب ونسول عنه نقوله دون عني مثلا يستفزني شيء. هل نفهم من هذا أن المعارضة ترى شيئا تحقق وتسكت عنه؟ ما نعرف، يقدر يعودوا مثلا عندهم أشياء، عندهم رأيهم اللي أنا ما نعرف له شيء، يقدر يعودوا ما هم رأيين رؤية أخرى. أنا بعد شخصيا الرأى عني عن مثلا لابد في حريتي هذه اللي قبط فيها عني حرة تماما نقول الحقيقة اللي ظاهرة لي بدون عني نعود مثلا يأثر علي جهة معينة. هذا الاستحاب يقال إنه كان بسبب الخلافات مع محيط ولدته أو المحيطين به، هل هذا صحيح؟ محيطين به من رجال متنفذين؟ ما عندي مشكلة مع حد، ما عندي مشكلة. لا ولكن ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة مع عقلية. من يضيق ذرعا بي أنا عندي مشكلة مع عقلية، أنا عندي مشكلة. العقلية موجودة في مكان. أنا عندي مشكلة مع عقلية، وهذه العقلية ربما توجد في أي مكان، ولكن أنا عند منين نراها في مكان نسحب منه يسوى علي شنو؟ عند بل ما تظهر لي ذيك العقلية في مكان يسوى من هو نسحب منه. جيد، هو الحقيقة. هذا الانسحاب جاء بعد لقائك مع الرئيس عزيز، وبعد تسريب معلومات عن تنظيمك تظاهرة أو عن عزمك تنظيم تظاهرة موسيقية برعاية رسمية. بالطبع رتب لذلك المرحوم بامباري اللقاء مع الرئيس، ما الذي شرع في هذا اللقاء؟ ما قد سمعته عن في ترتيب وحاجة. نعم. لا رئيس عزيز جيته ولقيته تكلمت معاه في أخبار الثقافة تكلمت معاه في أخبار الثقافة. ورئيس عزيز كان إنسان استقبلني استقبال مضبوط، شديت معاه الأخبار، تكلمنا في أخبار هذا، فهمت. ولكن لم يكن لقاء سياسي هو الحق. ولم تحدثي عن نيتك القيام بتظاهرة؟ هو في الحقيقة شفت ياسر تقارب. مدار بيني أنا وعزيز، رغم واحدين يقول قالت كذا شو قالت كذا، يمشي لا أساس له نصحتي. عزيز رئيس ويجب أن يبقى سره مكتوم ولو على أي جهة وأي اتجاه، وأنا شخصيا أحترمه. ولما مثلا ما 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 لا نقول اللي اشتركت مع عزيز شنو، ولكن بعد المهم عني جيت لقاء كان مع لقاء ثقافي ثقافي وليس سياسي، ورئيسنا كاملين ويلا نعودوا نطرحوا له مشاكلنا احنا للثقافه والسياسه والميزانيه ما لا حد. هل التزم بحل هذه المشاكل او قدم لك دعما فيها؟ فنحن لما مثلا القضيه فيما بيني انا وعزيز مثلا اللي التزم لي به واللي ما التزم لي به، في الحقيقه انا لما اجي التلفزه ما نبقي قاع نشد اخبار شنو ذاك. جيد. بالعوده الى الوراء قليلا، بالطبع هذا في اطار التزام سياسي، يرى مراقبون ان الانقلاب على ولد الطائع انقذك من انسحاب وشيك من التكتل، وان مشاركتك في نشيد الكتاب كانت دليلا على سعيك نحو ولد الطائع فيما قبل الانقلاب. هذا صحيح؟ في روايه كذبه لا اساس لها من صحتي. الكتاب كانت في الساعه قنعتني مجموعه من الناس، ومنها شخص موجود هو اللي وركاتي هون، عنه عنها قضيه كان يكسع هو اللي متولي قضيه، يكسع وزير الداخليه في ذاك الوقت كان هو اللي متولي قضيه، قرعوني عن كتاب عن قضيه مثلا وطنيه، يكسع انشاء تعليم والتركيز على الكتب والتعليم وذا النوع ذا، واخترت منه فقره ذيك الساعه ما هي الفقره اللي تشيد بالحكم انذاك. اخترت منه فقره عن التقنيه والتكنولوجيا وذا النوع، والله العظيم ما كانت فيه اي نيه ذيك الساعه. ولكن فعلا انا واللي طايع ما قط لقيته،
ما قبلتيش. هل كانت لا عندك علاقة بزوجتي؟ لقيت بزوجته، زوجته لقيت بها، ولقيت بهذيك الساعة في إطار قضية أخرى تماما. راغب علامة جايني فنان مرقب، ولا بد من الأمن المتين، وقت لا بد من أطرق باب السلطة العليا من أجل ياكن أجبر الأمن ذيك الساعة. وجيت هي وملي كان عندنا مشاكل تقدر تعود في ذيك القضية اللي هي، وطرحتها له وسواتها لي. سواتها ما شدت معك خبر سياسة؟ لا هذا زمن فات، وعلى كل حال اللي فات مات، وتو هذا هو اللي خلق. هو أصبح جزء من التاريخ فقط، نحن نتحدث عن التاريخ. لكن صح إلين نقول وش برنامج صيد ذاك اللي يقولوا لي مع أحمد منصور اللي عدل مع 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 الكوري. لا هذه من القضايا الالتزام السياسي فقط نمر عليها. بعد فترة من استحابك من التكتل، روجت الدوائر في التكتل بأنك ستعقدين مؤتمرا صحفيا ستعودين فيه للتكتل. ما حقيقة هذا المؤتمر؟ لا أنا ديك الساعة مشيت وعدلت مؤتمر صحفي فعلا، تكلمت فيه وقلت إني انسحبت من السياسة قايسة الثقافة فقط، هذا هو اللي خلق. قلت بعد ذلك حين وقفت للمحاسبة في مقابلة بالطبع، حين وقفت حاسب للمحاسبة جعلني ذلك أتخلى عن السياسة لصالح الثقافة. هل يعني هذا أنك فهمت أن الثقافة والسياسة ضرتان لا يمكن الجمع بينهما؟ لا العكس، فنحن الآن من أجل تحقيق الأهداف الثقافية يجب أن نمتطي السياسة. أيوة، لماذا تخليت عن السياسة؟ قالك أنا تخليت عن السياسة، قد صرحت بيها. لا أنا قلت أني مشيت حزب السياسي قيس الثقافة. وكيف ستمارسين السياسة ما دام السياسة ما نعرف ذاك رواية أخرى؟ ذاك أنا متحكمة في راسي. ولا يقد مثلا قد الوقت اللي نبقي نرجع للسياسة نعدل، قد نبقي ملي مثلا ما نرجع. هل يمكننا أن نتوقع أنك ترجعين للتكتل؟ ما نعرف، ما التكتل ما ما ظهر لي يعني ما رجع للسياسة في الحقيقة قريب، هو الحقيقة. ملي أنا قاعد بديت تمشيت منها ليه ما تعني ليش ليه ما نرجع لها، اللي أصلا معروفة بني 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 ما نرجع لضري يغيب ما هو عن سوء نية. أحمد داده نقدره حتى ونحترمه وجزاه الله خيرا، هو الحق. في إطار أيضا الالتزام السياسي وفي إطار مسيرتك ما شاء الله الزاخرة، غنيتي للعسكر في 12-12 دجنبر، غنيتي دجنبر يا أمل، وعدتي لتغنين ضد العسكر أيضا في أغنية جديدة ما يقدر حد يخدع للشعب، الشعب اصمد فات وجرب، جرب عسكري لابس مدني، جرب مدني قدو العسكري. ما سر هذا التناقض؟ هذا ما هو التناقض، هذا فترات من الزمن، كل فترة تملي ظروف معينة وتملي واقع معين، ونتجاوب أنا مع ذاك الواقع ومع ذيك الظروف. هل نفهم من هذا أن المشكلة عندك ليست في العسكري وإنما في العقلية التي يتبناها؟ العسكري ممكن يكون إيجابي إذا كان العسكري إنسان واعي ومثقف وبناء وقدم شيء لشعبه وإنسان مفيد وقدم أشياء مفيدة للشعب، فهو ولدنا، هو بالرقم كامل هو ولدنا واحد منا. العسكري والمدني فهم تلقى له ناس كاملها اللي قدها إخوة وأخوت وأبناء، ممكن يعود هناك إنسان إيجابي ويكون ممكن يكون سلبي، هذا يعني يرعى مثلا الشخص نفسه اللي 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 هو المتولي زمام القيادة. المعلومة الآن شيخة في مجلس الشيوخ، حين نصنفها ماذا نقول عنها؟ معارضة في الأغلبية أم أنها في منزلة بين المنزلتين؟ أنا الآن يعني مازلت عندي ذاك اللقب، لأن ما فاتت مثلا خلق انتخاب جديد للشيوخ، وما دمت فيه مثلا لا ينقال لي مثلا سمي، بقيت تقول لي شيخ المعلم بقيت قاعد ما تقولها لي. على كل حال أنا مازلت عندي اللقب، مازال موجود في الغرفة. لا يندعوك بأحب الأسماء إليك، ماذا نقول لك؟ تقولوا لي المعلم ومتم يدعح. لا ولكن في إطار السياسة. أنا ركعتي قال لي لا تقول لي الشيخ المعلومة.
الشيخ المعلومة والله الشيخ ما قال لي يعني كلمة اختير عنه سناتور. لماذا ما السر في ذلك؟ لا الشيخة من نفسها ما هي وازنة لي الحقيقة. لأن كبيرة عليك شوي خافتك من تواصل لك لأنك ما هم قداك إلا أنها ما هي مش ما هي متماشية معي. لا تشيب منك ما هي ماشية معي أنا ما هو شيء عندي قاع الحمد لله كان مهم. هل شعرت المعلومة يوما من الأيام بأنها تعاني بسبب انتمائها الاجتماعي؟ هنالك نوع من الشعور الطبيعي التلقائي اللي يخلق لكل واحد صدمات تخلق من أشياء يجبرها ويشوف ويحس بيها، ولكن يبقى الإيمان بالله وثقة بالله هم اللي سيد الموقف الحقيقة. أنا دائما إيماني بالله وثقتي فيه مثلا ما نحتني ياسر مرغوب الحقيقة. هل ترين أن العرب بما فيهم الموريتانيين غمطوك حقك وأن السياسة أنصفتك؟ على كل حال أنا يعني أرى أن ماني أنا الوحدي اللي قد نعود ما رأيت حقي ربما والله رأيته أنا ماني أعرف كان رأيته والله ما رأيته بعد بالنسبة لرأيي قد يعود هناتي الناس بيهم قد يقعد واحدين قاعد مستكثرين علي ذا اللي خلق لي والناس ما تعرف له شيء ما نعرف له شيء الناس كيف نعرف عنه في الحقيقه من ناحيه الفنيه انا اكثر نقول لك بصراحه اني اشعر بني امتن اهتمام بي العالم الاخر من موريتانيا بصراحه بكل صراحه انا رقم كبير جاي اللي ما لوك اسبوع من شهر المغرب تكريم فيزا فور ميوزيك فيزا فور ميوزيك مثلا زاد اجازه موسيقيه دوليه تنعطى كل سنه لذلت فنانين عالميين في العالم سمعت وفي افريقيا ومن افريقيا وذي السنه نعطات لي انا اللي مالورك اسبوعين جايه من المغرب معطيه لي انا وفنان كبير قبايلي قالوا دير واسماعيل لو من دكار من السنغال انا اعطيها لوزير الثقافه المغربي هي جائزه دوليه عيت ياسر من التكريمات وياسر من الاهتمام الدولي اللي في الحقيقه وطني ما رايتو فيه عيت نعود عندي احداث كبيره مهمه البوم واخذ روايه زينه وذا النوع واحد هذا كبيره يعود صحافه العالم يسابقوا لي ويتصلوا بي هناتي ويتيشاوا معي في الوقت اللي نعود انا اللي نتصل بالصحافه الموريتانيه كان حد منهم يجي يقعد معي مقابله الله يتكلم عن الحدث والله شي كيفته وحاسه فعلا عن 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 عن, عن هون في نوع من قله الاهتمام بي يقرا انا نعرف اني خير مني بوي بوك ماذا وقع معه؟ وتو لا قال انا كنعرف انا خير مني المختار ماذا وقع معه؟ ماذا وقع مع المختار؟ ما مهم الله يرحمه خليه يتخطى لا ولكن انت استشهدت به لكي تقولي ان انك مغموطه وهو افضل منك معناه انه غمط ايضا غمط حقه ليس كذلك؟ توف خلي عنك ذا كيف تجلى ذلك؟ في كل شيء على الاقل نعقل على الناس يقولوا ذيك الساعة لو كان اللي قط جبر فقيه في قاون يعود المختار والميدح واحد هذه الكلمة اللي قايلتها له إذا أنه كان عالما كان عالما ولكن ما يقدر حد يقوله غمط حقه اللي يجي سمعت هذا يقودنا المجتمع المجتمع عنده عقلية فيه نوع من الناس مهما خلق لهم أنا نعرف ليلى هون في مقابله هو كانت في الوطنيه ما نعرف كانوا قاعد في الاستديو خالق واحد من الجمهور اللي كانوا حاضرين للمقابله هذه بقع وقال لهم انا ماني لاهي نعود نقبل نعود واحد من جمهور المعلومه وهو الله اعلم بحاله وباطن مثلا عن العقليه عنها تظل ذكيفته وانت رانك منين تجي للعالم الاخر تجبر دكاتره كبار وشخصيات كبار وتجبر صحافه كبار على مستوى عالي يستشهدوا بك وكافيهم قاعد يسلموا عليك والله عدلوا معك صوره بينما هذا الخالق خالق مولانا هم يلطف بي هل نفهم من هذا العقليه؟ هل نفهم من هذا ان يقاوم خاصه في منطقه القبله كانوا ضحيه للمقوله الشائعه عالم رابط ما صاحبي كيو على كل حال قلت لك قضية الفنانين وذاك النوع ذاك هو اني انا نختار ناخرها لقضايا اخرى مهمة عندي. ما هناك هذه القضية ما ترضى ان نتكلم عليها شيء يعني قاوم وذاك النوع ذاك هو. الفن نوع حلو نوع حلو نوع حلو في روايات اخرى. غنت المعلومة كثيرا في المقامات الخماسية ذات اللون الافريقي والغربي والعالمي.
لماذا لا تغني في المقامات الشرقية؟ ما هم عندنا ولا هم من موسيقى نصلة ولا هم فيها. وأنا اللي نغني من التراث الوطني هو اللي نحاول نقدم للعالم. لا لا ما هو غربي عربي كتير. المقامات الشرقية مقامات الشرقية ما هي عندنا. شفت موريتاني جات له في بليدة من الجغرافيا في غرب افريقيا وعادت كارفور وبوابة له فيها شعب مختلط وعندها ثقافات وجوه مختلطة واحتكت بالنغمة الإفريقية أكثر من النغمة العربية وحتى جاء المقامات العربية أنا بعد ما قطع عيت عليها تمارسهم ولا تعلمناها ولا شفناها. أنا يعني ما نقدم والله نغني الشيء ما هو عندنا أصلا في تراثنا نعود هو اللي نعدم. جيد، كنت تعتمدين في الكلمات التي تغنيها على شعر الشعراء الموريتانيين وعلى كلمات موزونة ومقفاة. في الفترة الأخيرة بدأت تعتمدين على كلمات من إنتاجك، يرى البعض أن فيها الكثير من الأخطاء سواء من حيث النطق أو من حيث سلامة اللغة والوزن، كما هو حال الأغنية التي كانت معنا الآن، أغنية يا وطني. إيش يا وطني؟ إيش يا وطني؟ ماني عال معنا فيها الأخطاء؟ لا يقولوا ليش فيهم الأخطاء؟ يقولون إنها غير مستقيمة في الوزن وأيضا فيها بعض الأخطاء اللغوية. بينما كانت خالقة من منين؟ بين الأغنية من لا تستقيم. عشيا وطن. نعم. جمهورية. إسلامية. عربية إفريقية. في أي. هي ما شفت أنا عندي مشكلة. أنا أحاول أن آتي بنغم لم يستخدم من قبل. فهمت؟ لماذا تفضلين هذا؟ لاني انا احاول ان ابدع، ما نبقى نعود نحامر الناس. انا دورنا عاد نجيب شيء جديد لعالم الموسيقى. ما نعود محاكيه زيد ولا عمر. وهذا الا كنت اللي ما عدلته ما نعود اجبرت هذه فيزا فور ميوزيك بهلي عدلت انتاج خاص بي. فهمت القيلاله؟ وهذا الانتاج الفني يتعامل مع ايقاعات عصريه والعالم الاخر يفهمها ويتجاوب معها. وهذه الايقاعات اصلا الشعراء الموريتانيين ما يعرفوها، هي ايقاعات انا نتعامل معها واللي قد يتبع ليها حد الان انا بي اللي انا هي اللي نتعامل معها ونعرف. عقب ذاك انا ماني فاهمه قاع مثلا ما نعرف. مثلا كنت تغني لمحمد والاحمد يورا مشاني وش قعدني ذيك قنيت مره واني نعم لاحد الشعراء هذه قاع هي قل اللي قط قنيت زهرات اليوم فاحت ايوه اذا وات ازهار امسي ايوه اذا غنيتي هذا كان في فتره مستقيم وغنيت محمد نشد ونحن النحن اللي داير همنا ما اذا في الفتره الاخيره اصبحتي هي ما هي الاغنيات غير مستقيمه مثل عش يا وطني واللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على الحبيب المعظم وآله وصحبه. وأنا تعرف شيء عندي إذا ما علمت بيه نجيب لك النصوص مطرحة لي اللي أنت نعتني فيهم الأخطاء من منين؟ لا من ناحية اللغة ما فيهم الأخطاء. لبتوتة والبحور التي عندنا. هي قولي لبتوتة طبعاً. لا تستطيع أن تخرج في إطارها. أسمع هي ما عندي علاقة بالبتوتة. نعم. البتوتة التقليدية الموريتانية أنا ما عندي بها علاقة. لماذا؟ لاني ماني انا هل ترين انها لا ما تتجاوب مع ليست صالحه ما هي صالحه لانتاجي انا يعني. فهمت القيله لك ذاك اللي ينتجك الساعه ما هي ماشيه ما هي مجاوبه معه. فهمت ولذا لا بد لي من ان نخلق كلام يملي ايقاعاتي ويعود الكلام مملي فيه الصور اللي نبقي انا ماني عارفه. شوف انا عندي اغنيه عاطفيه لهي نقول لك ايش من كلماتها نحفظها نحن للحب جربنا وخبنا ومهما نهرب منه يغلبنا. عشان نوع من الكلام بالعيون كالإلهام ونوع آخر بالتبسام مرتباك في الكلام وليالينا وليام ضاعت منا في الأحلام وصحينا في الهيام وحكاية من لوها. جربنا مرة نوع بالرجاء والخشوع وقلنا عن الموضوع بالنسبة لنا ممنوع وكم أبينا الرجوع وانتهينا بركوع وفرحنا بالشموع طفيناهم بالدموع. هذا ما في شيء ما هو وازن يا غير ما هو كيف وزن البيضان اللي عدلوا. عندك أغنية ذي التالي اللي قايلة اللي ربنا نتكلم فيها عن التربية الإسلامية اللي نتكلم فيها عن التربية الإسلامية اللي نقول فيها هذه اللي نقول فيها ربينا أغنية قالها ربينا في ألبوم التالي كنو نعرف زمن ما زلنا صغار
ربينا ينهونهن الكذبة حرام وشين وعار والكاذب ليس منا باش نبروا والدينا برور ومصل للجنة نخدموهم حق علينا بيدينا ليرضوا عنا صيلة الأرحام وباتفاق اللي طبع ليها منا ينزاد في العمر وفي الأرزاق مولانا بها يكرمنا أصلاته صيلة لك بالله منه تتقرب تتمنى للي كام تختار تراب هي مفتاحك للجنة سرقة من عمل الأشرار مولانا يصلح عملنا والدين موصينا بالجار في كتاب الله وفي السنة حيوان أهل الربا معروف بمر القرآن مخبرنا مع مولانا بحرب وخوف الله يجلنا ويكرمنا والغيبة أكل أعراب الناس واللي يرتكبها منا بلا رحمة وبلا إحساس أحسن يا ربي أجلنا هذا وازد كلمات مفيدة وجميلة لكنها تغضب الكلاسيكيين الذين يرون فيها خروجا على لا ما أبدعه حنقول لك هذه تعرف مشكلتها شنو شفت هذه الأغنية أنا قصدي به شنو هو أنا أغنائي وموسيقتي تنتج في الغرب والغرب يرى أنا عن الإسلام عنه شمن الأشياء والظلم والمرأة المحبوسة والخطل فأنا اخترت أقدم المذلة الإسلامية أنا هي اللي تربينا عليها يعني اللي كان ذلك هو الخاسر هذا هو اللي تربينا عليه إحنا كمسلمين فهمت القيلة المضمون من نفسه أنا كنت قاصدة نقدمه كنموذج كيف تملي هاي اللي قلت شو حق المرأة معروف في القرآن وموضح اللي احترمها موصوف ذاك على الطريق الصح والمرأة ما هي بضاعة بيادين البياعة والستر لها مناعة وله ضد الصناعة يعني هذا صالح اللقنة وقد يمشي مع الإيقاعات اللي نعدلوا ويخدم ملينا على صور البتوتة اللي عندنا ما تقدر تمشي مع الإيقاعات اللي عندك ما هم كاملين فيهم شيء يمشي معهم ويمشي ما يمشي معهم جيد البعض يرى أن هذا الإبداع أو هذا التجديد هو نوع من النرجسية في لدى المعلومة كيف تعلقين على هذا يعني الناس فرض أن هي تقول وفرض أن هي تدخل أصبع في ياسر مشي فرض أن هي تقول عن ياسر مشي ما هو نافع وعنه بلا فايدة وأنا عرفته مبدئيا أعرف عن اللون وقد يعود قاع السر في اطمئناني بنجاح هذا هو اختلاف الناس البشر ما يقدر يجتمع على شيء هناك واحدين أنا نعرف شاعر كبير لبناني ذات سواني عن دي الأغنية الأولى حكيت لك نحن نحب نقاي كلمات وكتبها عندي بدور في بيهم زين وعنده شاكن هم معتادين بيهم زين فهمت القيلة معناها عنا كنت ترى مثلا أنا يكسي حبيب الشعب أني كتبت كلمات ياسر الناس يقول لي كاتبه ولي شدو كاتبه ولا كاتبه ولا الوقت اللي أنا هي كاتبتها حبيب الشعب ما قصتها من هو حبيب الشعب هذا؟ أحمد دادة يتكلم كنت يكسي حبيب الشعب اللي أغنية حبيب الشعب ما لك تعرفه نعم وحبيبي حبيته ايضا احمد الدادا حبيبي حبيته ما اللي ما حبيبي حبيته اغنيه الفت هيك الساعه في نهايه التسعينات والله بدايه التسعينات من اول شيء غنيته في الريبرتواري القديم وكنت اقصد بها اعالج او اطرح مشكله قضيه شفت طبيب ما يهتم بالضعفاء وشفته مرة ضعيفة زهز بيها وذا اللي كان يالله يقدم لي الضعيفة قدموا لوحدة غنية ما هي محتاجته على شكله وعلى هذا فهمت القيلال قمت أنا وتصورت طبيب مثالي وجيت لمحمد الممين الله يرحمه اللي معروف كان صحافي في الإذاعة الوطنية أخوه الممين هذا اللي يعرف العلم وإنسان كان ما هو معتاد مبدع وطرحت له الصورة اللي شفته قلت له اختركت تصور معايا طبيب قلت له مثالي وذا النوع وكتبنا حبيبي حبيته وكتب هو كلماتها فهم ولا عندها علاقه بتفيتي تروخر اللي يقولوا هون كل حد يقول كذا وكذا وكذا لا هي كانت اغنيه هادفه حقيقه في نفس الوقت اذا لمن صوتت المعلومه في الانتخابات الاخيره ما صوت لم تصوتين لا. كيف ترين مستقبل موريتانيا اليوم اشعر يعني ارى انه ان شاء الله تعالى سيعود ان شاء الله جميلا ومزهرا وستكون إن شاء الله بطليعة الدول الناجحة بإذن الله إذن المعلومة مثل ميتاح كيف تنظر أو ما موقفها من دعوة أفلام إلى انفصال الجنوب هذه قضية يعني أتمنى أن تكون موريتانيا
لنا كلنا، وأتمنى أن نكون دائما وحدة فيما بيناتنا، ولا أريد ولا أتمنى أن أرى موريتانيا متفككة أبدا. لم أعرف الموقف. الموقف واضح. أنا أريد أن تظل موريتانيا موحدة. إذن أنت ترفضين هذه؟ أنا ماني رافضة، ولكن أنا تسألتني قلت لك أني أنا أتمنى أن تظل وطني موحدة كاملة على قدها بكوارها وبيضانها وبخلقها كاملة على قدها، تعمها الوحدة الوطني، هذا هو اللي هام. شكرا لك المعلومة مثل ما يتاحش الفنانة والشيخة على قبول الاستضافة، وفي نهاية هذا اللقاء أشكر باسمكم جميعا الشيخة والفنانة المعلومة مثل ما يتاح، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة. هذه تحياتي وتحيات المخرج محمد والجنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.